أكتر 5 أسئلة بلاش تسألهم للألمان. أول سؤال، ما ينفعش تسأل الألمان بياخدوا مرتب قد إيه، لأن السؤال ده بالنسبة لهم محرج جدا، ما بيحبوش يعرفوا الناس دخلهم الاجتماعي قد إيه بالظبط. السؤال الثاني، ما ينفعش تسألهم أنتوا بتختاروا إيه في الانتخابات، لأن رأيهم الانتخابي يعتبر بالنسبة لهم سر حربي. السؤال الثالث، ما ينفعش تسأل الألمان كمان عندكم فلوس في البنك قد إيه، جبتوها منين. السؤال الرابع، ما ينفعش تسأل الألمان البيت اللي انتوا ساكنين فيه دوت إيجار ولا تمليك، وما تنفعش برضو تسألهم إذا كان هو ثمنه غالي أو رخيص. السؤال الخامس، أوعاك 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 تقول للألمان انتوا أبوكوا أو جدكوا كان نازي ولا لأ، لأن يعني الموضوع دوت بالنسبة لهم حساس جدا.